باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خلصنا 25 ناخد 26 باذن الله، بس كان في وقت ناخد 27 كمان. في الاصحاح 26 بيقول كان في الارض جوع غير الجوع الاول الذي كان في ايام ابراهيم، فذهب اسحاق الى ابي مالك ملك الفلسطينيين الى جرار، وظهر له الرب وقال لا تنزل الى مصر، اسكن في الارض التي اقول لك، تغرب في هذه الارض فاكون معك واباركك لاني لك ولنسلك اعطي جميع هذه البلاد، وافي بالقسم الذي اقسمت لابراهيم ابيك، وأكثر نسلك كنجوم السماء، وأعطي نسلك جميع هذه البلاد، وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. هنا حصل مجاعة. طبعا المناطق اللي كانوا ساكنين فيها مناطق صحراوية بتعتمد على الأمطار، إذا الأمطار جت الناس تزرع وتاكل، وإذا الأمطار اتأخرت الأرض تتصحر والناس تجوع. عشان كده كان يتعرضوا للمجاعات. أيام إبراهيم كان في مجاعة ونزل لمصر، ومرة تاني راح برضو عند أبي مالك، وأدي أيام إسحاق، وبعد كده هتسمعوا أيام يوسف الصديق لما كان في مجاعة 7 سنين وبرضه جم إلى مصر عشان ياخدوا من الخير بتاع مصر. طبعا مصر فيها النيل، فمخلي باستمرار فيها أكل وفيها خير، لكن برضه كان أحيانا يحصل إن النيل يقل، والأمطار اللي بتنزل في الحبشة ووسط افريقيا اللي هي بتملى النيل تقل، فيحصل برضو مجاعات. لكن هنا الكتاب بيقول كان في الارض جوع، وكلمة الارض ترمز الى الجسد، وترمز الى التراب، والى شهوات العالم، والى خيرات العالم الخداعة اللي شوية تدي وشوية تحجب. كان في الأرض جوع. بالنسبة لإسحاق كان الجوع في الأمور المادية، لكن الناحية الروحية كان شبعان، بدليل إن هو ما راحش إلى أرض مصر، ما كررش الغلطة اللي غلطها أبوه إبراهيم. قال مهما كان في جوع في الأرض، لكن ما ينفعش يبقى في جوع للجسد وأيضا جوع للروح. جوع الجسد ممكن أحتمله، ولكن جوع الروح مش هقدر أحتمله. لما هذهب إلى مصر ممكن العبادات الوثنية تؤثر في بيتي وفي أولادي اللي هيجوا بعد كده، فيبقى أحسن لي أقعد في الجوع بتاع الأرض ولا أعيش في جوع الحياة الروحية. فذهب إسحاق إلى أبي مالك، ده الجيران بتوعه. كلمة أبي مالك سمعناها قبل كده أيام إبراهيم، ففي رأيين. رأي بيقول هو نفس الشخص اللي كان أيام إبراهيم، هو بعينه لأيام إسحاق، خصوصا ان زمان كانت الناس تعيش فترات طويلة. ولكن في رأي تاني بيقول كلمة ابي مالك ما هوش اسم ولكنه وظيفة، زي لما نقول فرعون مصر. الفراعنة كتير، اي ملك يملك على مصر كان يسموه فرعون، فاي ملك يملك على فلسطين كان يسموه ابي مالك. وقلت لكم قبل كده كلمة أبي مالك معناها أبي هو الملك، يبقى الأب الملك
على القبيلة دي أو العشيرة دي. فممكن يكون كلمة أبي مالك لقب مش اسم، فلما تسمع أبي مالك كتير ما نستغربش، لأن كل من يملك على الفلسطينيين كانوا يعطوه هذا اللقب. بالمناسبة كلمة فرعون كلمة مصرية قديمة معناها صاحب الباب العالي، زي بالظبط أيام الحكم العثماني لما كان السلطان يبقى موجود في تركيا ويحكم مصر يقولوا صدر فرمان من الباب العالي. الباب العالي يقصد به الملك أو السلطان. فممكن جدا يبقى الملك أو الرئيس بياخد لقب، واللقب ده يستمر مع الخلفاء بتوعه. لما راح إلى أبي مالك ربنا جه يأيد هذه الحركة، وظهر له الرب وقال لا تنزل إلى مصر. طبعا مصر بالنسبة لنا البلد اللي عايشين فيها وبنحبها وبنعتبرها بركة من عند الله، خصوصا ان في ايات كتير في العهد القديم تتكلم عن بركة ارض مصر، وخصوصا الاية اللي انتوا حافظينها مبارك شعبي مصر. لكن في نفس الوقت مصر بترمز في العهد القديم الى العالم، وفرعون ملك مصر يرمز الى الشيطان، بسبب ان شعب الله عاش في مصر فترة طويلة وهو في حالة كأنه مسبي وتحت عبودية مرة لفرعون، فصار نموذج أو مثل لشعب الله لما الشيطان يؤسرهم ويحكمهم ويستعبدهم. فلما يقول له لا تنزل إلى مصر معناها لما يكون عندك ضيقة لا تلجأ إلى سبل وطرق بشرية وعلمانية، عندك ربنا تلجأ له. كان في الأرض جوع، قال له حتى لو كان في جوع ما تروحش مصر. وطبعا كان ربنا مش عايز إسحاق ينزل إلى مصر علشان مصر فيها خير كتير، فممكن إسحاق عينه تزوغ ويقول بدل ما عيش في الصحراء النهاردة خير وبكرة جوع، أعيش في هذه البلد المليانة بالخير. زي ما قلت لكم إن مصر بيسقيها نهر النيل، فالناس اللي ساكنين في مصر وشايفين إن الخير موجود عندهم دايما ممكن يتكلوا على زراعهم البشري وحكمتهم وخبرتهم في الزراعة والري، ويعتبروا ان الطبيعة هي اللي بتديهم الخير مش ربنا. عشان كده كانوا يعبدوا النيل ويعبدوا البقرة. لكن لما يكون ناس عايشين في الصحراء يقعدوا يعبدوا الله اللي هو بيأكلهم كل يوم بالأمطار جاي لهم من السماء. فقال له انا مش عايزك تعيش في مصر، لحسن تتلوث بعبادات الأوثان وشويتين ألاقيك بتعبد النيل ولا بتعبد البقرة وتنساني، ولألا أيضا خير العالم اللي موجود في مصر ينسيك الاتكال علي والاعتماد علي، فأنا مش عايزك تنزل إلى مصر. وجيد أن الوحي هنا يقول لا تنزل إلى مصر، يعني معناها مصر بالنسبة لهم هي إيه؟ نزول، انحدار في المستوى الروحي. يفكرنا بالمثل اللي قاله السيد المسيح عن السمير الصالح، وقال إنسان نازل من أورشليم إلى أريحة، نزول. الإنسان الروحي يعيش دائما في ارتفاع، ويقول رفعت عيني الى الايه؟ الجبال، من حيث ياتي عوني. لكن الانسان الجسداني يعيش دايما في انحدار، ينزل الى مصر
يلتمس المعونة. ربنا قال له لا تنزل إلى مصر، اسكن في الأرض التي أقول لك، حتى لو كانت هذه الأرض فيها جوع لكن خليك فيها برضه. ودي احنا نقول لربنا أنا همشي معاك حتى لو كان الأمر هيستدعي إني أتحرم من بعض ملذات أو بعض الخيرات المادية أو الحسية، يكفيني إن أنا معاك. زي الآية اللي بتقول من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا. قال له أسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض، بدل ما تتغرب في أرض مصر اتغرب في الأرض اللي أقول لك عليها. هي كده كده غربة، فالأفضل أن تتغرب معي من أن تتغرب عني. طب نتيجة كده إيه؟ قال له فأكون معك. طب كفاياني، كفاياني إن ربنا يكون معايا، حتى لو في جوع أنا هبقى شبعان. لأن انتوا تلاحظوا الجوع والشبع شيء نسبي، ممكن الواحد يبقى مش واكل وحاسس انه مش محتاج، واحد تاني يبقى واكل وينسى، يقول لك انا احنا ما اكلناش لان باسم الصليب عليك انت مش لسه واكل، يقول بس انا جعان. ففي انسان مهما اكل يظل جعان، وفي انسان باقل القليل يشبع. انا مش بقصد بس في الاكل ولكن في كل الحياة. فحتى لو كان هناك جوع في الارض، هناك نفس شبعانة، شبعانة بربنا. قال له فاكون معك، يكفيني يا رب ان انت معاي واباركك. طبعا لو كان الارض ما فيهاش جوع وهذا الرجل عنده خيرات كثيرة، كنا قلنا ده وضع طبيعي، كل الناس عندها خير. لكن لما يكون الأرض فيها جوع وربنا يباركه، يبان، يبان إن هذا هو عمل الله. أحيانا ربنا يسمح بالجوع ويسمح بمشكلة ويسمح بمرض ويسمح بضيقة، علشان لما يتدخل يبان، يبان عمله. وبعدين يكرر الله معاه الوعد، يقول له لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد وأفي. أفي يعني إيه؟ يعني أوفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك. أنا حلفت لإبراهيم إن أديله الأرض وأنا هنفذ الحلفان بتاعي. وأكثر نسلك كنجوم السماء، نفس الكلام اللي قاله لإبراهيم. وأعطي نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. وإحنا متفقين كلمة هنا في نسلك يقصد بها مين؟ المسيح نفسه، نسل إسحاق، نسل إبراهيم، هو ربنا يسوع المسيح. عشان كده في مطلع إنجيل متى يقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. هو ده ابن إبراهيم اللي توعد بيه. بعدين يقول لك إبراهيم ولد إسحاق، إسحاق ولد يعقوب والآخر. فهذا هو الوعد، وتحقيق الوعد جه في العهد الجديد. ليه ربنا بيجدد العهد مع إسحاق؟ قال له في الآية رقم 5 من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائدي وشرائعي. وهنا يبين قد إيه كرامة الآباء عند الله. إبراهيم طب ما هو مات وخلص، يقول لا مات عندكم لكن بالنسبة لي لسه حي. ليس الله إله أموات بل هو
إله أحياء. أنتوا ممكن تتوقعوا أو تعرفوا أن إبراهيم مات، لكن أنا بالنسبة لي إبراهيم حي، وزي ما كان عايش على الأرض وليه كرامة. وقلت كده هل أخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعله؟ مش ممكن. زي ما كان ليه كرامة وجيت أعلنت له مشيئتي وإرادتي وخطتي من جهة سدوم وعمورة، مازال إبراهيم له كرامة. فقال له أنا هديك الأرض اللي أقسمت لإبراهيم أبيك عشان خاطر إبراهيم. وده من ضمن الحاجات اللي بتخلينا نقتنع أن القديسين في السماء لهم كرامة خاصة عند الله. ربنا بيقول لي من أجل مريم مرقس هعمل معاك كذا وكذا، من أجل العذراء مريم هعمل معاك كذا وكذا، زي ما قال إسحاق من أجل إبراهيم أبيك. فالقديسين لهم كرامة خاصة عند الله. من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي، يعني الحاجات المفروض تتحفظ هو حفظها. طبعا كلمة حفظ بمعنى نفذ، مش حفظ زي البغبغان يحفظ كلامه بس. حفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائدي وشرائعي. أقول له يا رب أنت عجيب، دي الأوامر والفرائض والشرائع ما عرفناهاش غير لما موسى طلع على الجبل وسمع وكتب. حتى سفر التكوين ده كتبه موسى، يعني أيام إبراهيم أبو الآباء وإسحاق اللي احنا بنتكلم عنهم ما كانش في كتب مكتوبة عن ربنا، ولا في وصية أعطيت للبشر. دي الوصايا العشر أعطاهم الله لموسى، لسه فين لما يجي موسى؟ ما بين إبراهيم وموسى حوالي 500 سنة، ومع ذلك ربنا يقول لأ إبراهيم حفظ أوامري وعهودي وشرائعي وفرائضي. كأن إبراهيم قرأ ما سوف يكتبه الله بعد 500 سنة ونفذه. لا تقتل، لا تزني، لا تشهد بالزور، لا تشتهي امرأة قريبك، اكرم أباك وأمك، كل الوصايا قبل أن تكتب حفظها إبراهيم أبو الآباء. وده يورينا أن الإيمان الحقيقي بالله لا يعتمد على حروف مكتوبة بقدر ما يعتمد على روح تعرف ربنا وتستقبل منه المعرفة وتنفذ الوصية حتى دون أن تقرأها. إحنا ما إحناش عبيد الحرف، ولكننا أبناء بالروح. عشان كده تلاحظوا أن الآية الواحدة في الكتاب المقدس ممكن تلاقي فيها بحر كبير من التأملات، لأن كلمة الله روح وحياة، ما إحناش عبيد الحرف. قبل أن يكتب الكتاب المقدس كان إبراهيم يعرف الله ويحفظ أوامره وفرائده وشرائعه. طبعا نتيجة الكلام اللي قاله ربنا لإسحاق أقام إسحاق في جرار. جرار دي المنطقة اللي هي كان الملك بتاعها أبي مالك. في البراجراف اللي بعد كده اتكررت نفس الغلطة اللي غلطها إبراهيم زمان، إن إسحاق قال عن زوجته رفقة إنها أخته. يبدو إن كان عادة في المناطق دي إن لما يجي إنسان غريب يقتلوه عشان ياخدوا مراته. فقال لها لو قلت إن أنت مراتي هتقتل، لو قلت إن أنت أختي أهو جايز يسيبونا شوية، ولما يجي حد عايز يتجوزك نبقى نتفاهم يعني. لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر. بعد كده عرف أبي مالك إن رفقة تبقى زوجة إسحاق فاستدعاه وقال لما هي مراتك ليه تقول إن هي أختك؟ فقال له أنا خفت نحسن أموت بسببها.
قال له ده كلام تعمله؟ كان ممكن جدا تتعرض ان حد من الشعب يأخذها زوجة ليه، في الحالة دي تبقى جلبت علينا ذنبا. طبعا هنا بيبين قد ايه الاخلاق والنبل بتاع هذا الملك، انه فاهم لو واحدة زوجة رجل وحد تاني ياخدها يبقى ذنب. وبعدين يقول مش مثلا جلبت عليه ذنبا اللي هو اخدها، بيقول جلبت علينا، فاهم ان لو واحد من شعبه غلط الغلطة دي الشعب كله ممكن يكون يتأذي. ويمكن يكون الفكرة دي جات له من ايام ابراهيم لما جه برضو تغرب في هذا المكان واخد وسارة عشان تبقى زوجة لأبي مالك، ومجرد دخلت البيت حصل مرض لأبي مالك ومرض لزوجاته وكلهم بقى عندهم عقم، وما اتفكش المرض غير لما سارة ردت إلى زوجها. فبقى في عندهم خبرة إن اللي ياخد زوجة من زوجها ممكن يسبب أذية. فقال له اللي انت عملته ده ما يصحش. فأوصى أبي مالك جميع الشعب قائلا الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت. منتهى النبل. وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة 100 ضعف بركة الرب. أول ما قعد واستقر بدأ يزرع، يقول فأصاب في تلك السنة 100 ضعف. طبعا 100 ضعف دوت مش بالرقم بالظبط، يعني معناها ربنا باركه كتير. زي ما واحد يقول للتاني ايه ده انا قلت لك 100 مرة يا اخي، مش معناها قاعد يعدله بالعداد، لكن 100 ضعف كناية عن قد ايه الخير الوفير اللي ربنا ادهوله. طبعا مش ربنا قال له فأكون معك وأباركك؟ لو انت يا ابينا اسحاق نزلت مصر وزرعت في الارض الخصبة بتاعت مصر وجنب النيل والخير الكتير كنت هتلاقي 100 ضعف؟ كانش هيلاقي 100 ضعف، كان ممكن يلاقي 2 3. لكن ربنا قال له تعالى عندي في الصحراء اعتمد عليا واجيب لك امطار وما يهمكش، في الاخر هخلي الثمار بتاعتك والمحصول بتاعك 100 ضعف. وباركه الرب. كل واحد فينا لما يعتمد على الله ويجعل على الله اتكاله ورجاؤه ربنا يبارك في مجهوده. تلاقي ولد بيذاكر اقل مجهود يجيب بيه اعظم مجموع عشان ربنا في حياته، وتلاقي انسان بيتاجر تلاقي بمجهود قليل يجيب خير كتير، واحد بيزرع واحد بيفتح مشروع تلاقي ربنا يبارك فيه. والانسان اللي بيمشي بالغش وبالشر تلاقي يتعب 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 ويجيب خير، يظن انه خير يطلع في الاخر انه اذيه. كويس ان الانسان ياخذ الخير من يد الله. نتيجه الخير الكتر اللي عنده ده تعاظم الرجل بقى عظيم، وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. ده اسحاق. فكان له مواشي من الغنم ومواشي من البقر وعبيد كثيرون. بس للاسف النتيجه ايه بقى؟ فحسده الفلسطينيون. قالوا ايه الراجل اللي جاي يتغرب عندنا ويبقى احسن مننا؟ دي طبيعة البشر ان هما ما يحبوش الخير لبعض. لما حد الخير عنده يكتر الناس تتضايق منه. طب هو ذنبه ايه؟ ربنا بارك له. وبرضو الشياطين بيحسدوا الانسان،
أول ما يلاقوك مشيت في سكة ربنا، بدأت تقرأ كتاب مقدس، بدأت تنتظم في الصلاة والعبادة، بدأ يبقى ليك قانون روحي، بدأت تحب الله وتمشي في سكة التوبة، يقولوا ايه الراجل اللي هيبتدي يطلع لنا في المقدر الجديد ده، احنا ناقصينك، ما انت كنت كويس ومتتعبناش. فيبتدوا الشياطين يتغاظوا ويدبروا له المقالب، وتلاقي ناس كتير يقولوا الخبرة دي، يقول انا كنت في حالي لما دخلت في سكة ربنا بدأ يبقى في مشاكل كتير. نقول له طبعا لابد ان الشيطان ما يبقاش مبسوط لما الانسان يمشي في سكة ربنا ويبقى عنده خير روحه كتير. حسده الفلسطينيون وجميع الابار التي حفرها عبيد ابيه في ايام ابراهيم ابيه، طمها الفلسطينيون وملأوها ترابا. شفت الحسد؟ قالوا هو بيزرع وبيجيب خير كتير، طب احنا هنسد عليه المية اللي بتجيب له الخير. يعني لهم استفادوا من الابار ولا تركوا غيرهم يستفيدوا بيها. عامل زي الآية اللي قالها السيد المسيح لكتبة الفريسيين، أنتم ما دخلتم والداخلون منعتموهم. في إنسان من كتر الغل يقول لك علي وعلى أعدائي، يا فيها يا خفيها. طب يا عم سيب الناس تسترزق، سيب الناس تعيش. لا، الحقد والحسد والغل يخلي الإنسان يفقد عقله ويفقد حكمه وحكمته. طموا الآبار بالتراب. بعض الآباء القديسين بيفسروا الآبار هي النعمة اللي جاية من عند ربنا، زي مثلا الناموس والنبوات والأنبياء والكهنوت والذبائح والنعمة كلها اللي احنا فيها. حكاية ملأوها ترابا، قالوا دي الناس الجزدانيين اللي بيفسروا الأمور الروحية من منظور جزداني. طبعا الكلام ده يصيب اليهود اللي كانوا أيام المسيح، كانوا متمسكين بالناموس لكن بطريقة حرفية، لدرجة ان هم كانوا بينتقدوا السيد المسيح نفسه طريقة حرفية، لدرجة كانوا عايزين يرجموا المسيح لانه كان يشفي في السبت، وكانوا عايزين يقتلوه لانه اقام لعازر يوم سبت. وقالوا هذا الرجل ليس من الله لانه لا يحفظ السبت. وقالوا للمولود اعمى، نحن نعلم ان هذا الرجل خاطئ لانه لا يحفظ السبت. السبت كان بير حلو نشرب منه، الفريسيين طموها بالتراب اللي هو التفسير الحرفي والجزداني. والناموس بير نشرب منه زي ما احنا لسه بنشرب منه لغايه دلوقتي، كل الكلام اللي احنا بنقوله دوت في العهد القديم نشرب ونشبع. وقوم الفريسيين والكتبه بتفسيراتهم الحرفية طموها تراب، لدرجة ان هم بالناموس حكموا على وضع الناموس انه يستوجب الموت. فهنا التراب اللي حطوه الفلسطينيين يرمز الى التفسير الجزداني والحرفي للامور الروحية. جميع الابار التي حفرها عبيد ابيه في أيام إبراهيم أبيه، طمها الفلسطينيون وملأوها ترابا. زي مثلا عندنا في كنيستنا القبطية عندنا آبار كثيرة مليانة بالخير، لكن للأسف في ناس كتير بتطمها بالتراب. قال لكم زي ايه مثلا؟ ألحان الكنيسة. ألحان الكنيسة دي مليانة بالغنى والخصب
الواحد يغوص ويغرف ويشبع بجمال اللحن وروحانية اللحن والكلمات الروحانية العميقة اللي جواه. لكن تعالى تلاقي ناس كتير يطموها بالتراب لأنهم يتخانقوا مع بعض علشان في هزة ضاعت، ويتخانقوا مع بعض علشان كلمة نطقوها مش مظبوط، ويتخانقوا مع بعض مين اللي يقول اللحن ومين ما يقولوش، واللي يقوله بطريقة ما فيهاش روحانية، ويبقى كل البير العميق الحلو المليان بالخير احنا طمسناه بالتراب والطين. كتير من امورنا الروحية بنضيعها بسبب التراب اللي بنحطه عليها. وقال ابي مالك لاسحاق: اذهب من عندنا، امشي بقى. لاحظوا ان هو من شوية قال لهم اللي يمس هذا الرجل او امرأته موتا يموت، لكن دلوقتي تحت وطأة الغيرة والحسد والغيظ قال له امشي مش عايزينك، اذهب من عندنا لانك صرت اقوى منا جدا. طب وماله يا ابي مالك؟ راجل قوي ويبقى صديقك ويبقى في ظهرك يحميك. انت ناسي لما ابوه ابراهيم انقذ سدوم وعمورة والمناطق المحيطة بيها من الملوك اللي جم حربوهم ورجعهم من السبي؟ ده راجل هيبقى حليف ويبقى صديق. هو عشان قوي تخاف منه؟ عشان قوي تصاحب عليه. ابي مالك تصرف هنا بدون حكمة، قال له لا اذهب عننا لانك صرت اقوى منا جدا. قالوا جايز النهاردة عنده خير كتير، بكرة يكتر اكتر واكتر، وبعد كده يغلبنا يموتنا. كان اسحاق يفكر بطريقة روحية، وكان الفلسطينيون وابي مالك يفكرون بطريقة جسدانية. الحسد هو اللي كان بيحركهم والغيرة، فزي ما هم بيفكروا غلط فهموا ان ممكن كمان اسحاق يفكر زيهم ويتغاظ منهم ويتعبهم. دايما الانسان بيشوف الاخرين بعينيه هو. لو انا كويس هشوف كل الناس كويس، ولو انا وحش هشوف كل الناس وحشين. لو انا بتغاظ هخاف لحسن الناس تتغاظ مني، مع ان الناس مش بتتغاظ، بس اللي انا بعمله مع نفسي افكر الناس بيعملوه. فمضى اسحاق من هناك ونزل في وادي جرار واقام هناك. منتهى الوداعة والمسالمة، كان ممكن يدخل معهم في حرب ويقول لهم انا عندي جيش اقوى منكم واقدر اغلبكم، لكن اول ما لقاهم مش مستحملينه قال لهم خلاص انا هقصر الشر واللي انتوا عايزين نعمله. من سخرك نيل امشي معاه اتنين، من اراد ان ياخذ ثوبك اعطيه الرداء ايضا. يعني قمة العفة، امشي. قال لهم امشي، اللي اداني خير هنا هيديني خير هنا، واللي معايا هنا هيبقى معايا هنا. انا مش بعتمد على الارض سواء هنا او هناك، لان للرب الارض وملؤها. المهم ما تكونوش انتم زعلانين، المهم ما تكونوش انتم زعلانين. في الآية 18: فعاد إسحاق ونبش أبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. احنا من شوية كنا زعلانين ان الفلسطينيين بيطموا الأبار، لكن تعالى بقى شوف الحتة الجميلة، ان إسحاق رجع ونبش نفس الأبار وادها نفس الاسامي. ودي ترمز للخادم الحلو اللي يجي يكشف المعنى الروحي. زي ما قلت لكم في حكايه الالحان دي، يجي خادم شماس حلو يقعد يحفظ اخواته ويقول لهم بصوا الجمال في الهزه دي، بصوا الروحانيه في الحته دي،
يلا لما نيجي نصلي نبقى قلوبنا مرفوعة. فهو كده نبش الأبار القديمة وطلع منها الايه التراب. سيد المسيح نفسه عمل كده، انه كشف عن المعنى الروحي للناموس، وكشف الزيف والتزييف اللي عملوه الكتبة والفريسيين لما كانوا بيفسروا بطريقة جسدانية وحرفية. قال لهم على سبيل المثال يعني أن الله عمل السبت لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت، وقال لهم يحل فعل الخير في السبوت، وكان بيعطيهم معاني روحية للأمور اللي هم ما كانوش فاهمينها. كان المسيح كمثل إسحاق ينبش الآبار القديمة التي حفروها في أيام موسى والأنبياء وطمها المفسرون الحرفيون، وادها أسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. ما أجمل أن الإنسان يكشف عن النعمة المستخبية جوه الكنيسة. إسحاق قبل ما يعمل آبار جديدة اهتم أنه ينبش الآبار القديمة، ودي عامل زي في الكنيسة، بدل ما نخترع اختراعات في التفسير وفي الحياة الروحية نشوف أبائنا عملوا إيه، نروح ننبش الآبار القديمة. اللي عايز يبقى راهب عدل يروح يشوف أنطونيوس عمل إيه وأبو مقار عمل إيه، اللي عايز يبقى خادم محترم يبص على ماري مرقس عمل إيه وبولس الرسول عمل إيه. ننبش الآبار القديمة، عامل زي الآية اللي بتقول إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على أثار الغنم وارعي جدائك عند مساكن الرعاة. نخرج على أثار الغنم نشوف الآبار القديمة ونديها نفس الأسامي. كلمة نديها نفس الأسامي معناها نلتزم بالتراث والتقليد القديم، وده سر قوة وعظمة كنيستنا انها كنيسة تقليدية. كل واحد يجي جديد مش بقى يجدد ويحدث، ينبش القديم ويطلع لنا الاعماق اللي فيه. وبعد ما نبش القديم يقول وحفر عبيد اسحاق في الوادي فوجدوا هناك بئر ماء حي. اذا كانت الابار القديمة التي نبشها اسحاق ترمز إلى أصفار العهد القديم وإلى النبوات، فالآبار الجديدة اللي بيحفروها ترمز إلى أصفار العهد الجديد، خصوصا لها بئر ماء حي. الماء الحي تكلم عنه السيد المسيح كتير، خصوصا في حديثه مع السامري. الماء الحي معناها مية بتجري متجددة، يعني كل ما يرفع من البير المية ما تقلش. وطبعا ماء حي برضو معناه ماء عذب طعمه كويس. لكن احنا كمان بالمفهوم الروحي نفهم ان الماء الحي معناه ماء فيه روح، ما كلمة حي معناه فيه روح. فالماء الحي يرمز الى المعمودية، الماء والروح. أول ما لقوا البير الجديد اللي فيه مية حية خاصما رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين لنا الماء لنا الماء. طب مش احنا اللي حفرناها؟ يقولوا لا بس دي أرضنا، انتم ناس غرب وجنتوا جيتوا سكنتوا في وسطينا، الأرض دي ملكنا والبير ده ملكنا. يا جماعة ده احنا اللي تعبنا وحفرناه. يقولوا لا احنا هناخده منكم. فدعا اسم البئر عسق، كلمة عسق يعني نزاع، سابها لهم. ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا فدعها اسمها سطنة، وسطنة معناها خصام، الأولى نزاع والتانية خصام. ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى
ولم يتخاصموا عليها، فدعا اسمها رحبوت. رحبوت معناها ايه بقى؟ اتساع ورحابة. هنا يبان الوداعة والمسالمة بتاعت اسحاق. خصموه على بير قال لهم خدوها، والتانية قال لهم خدوها، فربنا وسع عليه وخلى التالتة محدش يزعله بخصوصها. لكن كمان الاباء ما فاتتش عليهم بالساهل، قالوا ان البئر الثالث يرمز الى الثالوث. عندما ندخل في الايمان بالثالوث تتسع امامنا الارض. يقول كده: قال انه الان قد ارحب لنا الرب واثمرنا في الارض. لما كان الناس ما يعرفوش الثالوث كان الايمان محصور داخل عيلة اليهود ابراهيم ونسله، وعندما عرفنا الثالوث اتسعت الارض عشان يمتلئ فيها الكرازة بالانجيل. الثالوث هو اللي فتح لينا السكة. ففي البئر الاولى نازعوه، في البئر التانية خاصموه، وفي البئر التالتة اتسعت امامه الارض. وايضا لان احنا عمالين نقول البير يرمز للمعمودية، فهنا البئر الثالث يرمز الى التعميد بالثالوث. احنا بنغطس 3 مرات اسم الاب والابن والروح القدس. فالبئر الثالثة ترمز للايمان المسيحي. دعا اسمها رحبوت وقال انه الان قد ارحب لنا الرب واثمرنا في الارض. ثم صعد من هناك الى بئر 7. طبعا بئر 7 دي من ايام ابراهيم، وكلمة 7 لها معنيين. المعنى الاولاني رقم 7، عشان ساعتها جاب 7 نعاج، فاكرين انتوا القصة دي. وكلمة 7 ايضا بمعنى حلفان، حلفان حلف. فهو ساعتها حلفوا ان هما ما يأذوش بعض على البير دي، فسماها بئر 7 لانهم حلفوا عندها، عشان كده جاب 7 نعاج. فاستخدم نفس اللفظ لمعنيين، زي في اللغة العربية يسموها الجناس. الجناس معناها كلمتين قريبين من بعض ليهم معنيين لكن لفظ واحد. عامل زي المثل الشهير يقول له ايه، بس ده لسه عايضة يعني، قال لهم هجيب لك فروج عشان ما تتفرجوش عليه لكن يتفرج عليكم. عارف يعني ايه دي؟ هجيب لك فروج ما تتفرجوش عليه لكن يتفرج عليكم. فروج يعني فرخ، تتفرجوا عليه يعني تبصوله، يتفرج عليكم يعني ايه؟ يتوزع. فنفس اللفظ اخد 3 معاني. فهنا كلمة 7 معناها حلف قسم، ومعناها رقم 7. صعد من هناك الى بئر 7، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال: انا اله ابراهيم ابيك، لا تخف لاني معك واباركك واكسر نسلك من اجل ابراهيم عبدي. شوف ربنا بيكررها تاني. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب. عندما سلك اسحاق بوداعة ومسالمة، ربنا قال له خلاص انا هديك ما خافش. خلي بالكم احنا كتير نفكر العكس، نقول ما انا لو سكت لهم يركبوني فانا مش هسكت. ربنا يقول لك خلاص خد حقك، مش انت شاطر، خد حقك انا هتفرج. لكن لما تيجي تقول له يا رب انا من اجل الحب ومن اجل السلام مش عايز حاجة، مش عايز حاجة منهم، نفسي عفيفة، يقول لك وانا اديك على طول. نازعوه وخاصموه وهو ما عملش اي اذية،
ولما طردوه مش فجاله ربنا وقال له أنا إله إبراهيم أبيك لا تخف لأني معك. طب يا رب لما أنت معايا مش تخلي الناس تحترمني؟ بدل ما يطردوني كانوا يوسعولي، وبدل ما يخصموني وينازعوني كانوا يسيبوني في حالي. يقول له لا ما يهمكش، عندما ينازعك الناس ويخاصمك الناس هكون أنا جنبك. طب إيه فايدة إنك جنبي وسايبهم يخصمون؟ يقول أما يكفيك إن أنا معاك؟ يقول له كفاية علي، مش عايز حاجة تاني. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب. طبعا المذبح مش همل من أنا أكررها دايما، المذبح معناها الإيمان بالمسيح وذبيحة المسيح. المذبح معناها ان انا بؤمن ان في فادي هيجي ويصبح من اجلي، وان انا بقدم النهاردة ذبيحة كرمز للفادي اللي هيجي. ونصب هناك خيمته وحفر هناك عبيد اسحاق بئرا. نفس الكلام اللي كان ايام ابراهيم موجود ايام اسحاق، مذبح وخيمة وبير. مذبح معناها الإفخارستية، خيمة معناها التجسد، والبير معناه المعمودية. مذبح معناها العبادة، والخيمة معناها الغربة، والبير معناها الخير اللي جاي من الروح القدس. لما يبقى عندك خيمة معناها ان انت بتؤمن بالتجسد، معناها ان انت بتؤمن بالسماء، عشان كده عايش في خيمة مش مهتم تبني لك قصر. ولما تعيش جنب البير معناها مش زي يقولك يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر. ولما تبني مذبح معناها ان انت باستمرار في حالة صلاة وعبادة والتصاق بالله. طيب بعد ما بنى المذبح وسكن هناك حصل ايه بقى؟ حاجة عجيبة وجميلة. ابي مالك راح لغاية عنده. طب ما انت طردته قبل كده؟ يقول لا، ما احنا اكتشفنا ان الراجل ده قديس، لازم نروح نعتذر له. ذهب اليه من جرار ابي مالك واحوزات من اصحابه وفي كل رئيس جيشه، ثلاثة راحوا له. قالوا الآباء دول رمز للمجوس اللي جم للمسيح، ناس غرباء جايين يسجدوا للمسيح. واتفقنا ان ابي مالك معناها ابي هو الملك، احوزات معناها ملك، منها كلمة حيازة. في كل قلتها لكم قبل كده معناها فم بتاع الكل، فم الكل. وزي ما قلنا ان ابي مالك لقب بيطلق على الملوك بتوع فلسطين، كمان في كلمة في كل لقب بيطلق على رئيس الجيش باعتباره هو فم الكل وتكلم نيابة عن الجميع. فممكن يكون الاشخاص دول هم بعينهم اللي كانوا ايام ابراهيم او خلفائهم واخذوا نفس الالقاب. جم لاسحاق فقال لهم اسحاق ما بلكم اتيتم الي وانتم قد ابغضتموني وصرفتموني من عندكم؟ انتوا جايين لي ليه بعد ما طردتوني؟ فقالوا اننا قد راينا ان الرب كان معك. ممكن الناس اللي يشتموك النهاردة وتحتملهم بكرة يعتذروا لك ويقولوا لك احنا فعلا غلطانين، انت فيك روح الله. كتير مننا لما يتشتم ويتهان يصور لكرامته، وبصراحة يعني الثورة للكرامة بتقلل قيمة الانسان وتهز كرامته، وتقول انا ما اسكتش، والناس تقول الراجل ده غضوب، انا كرامتي ما تنزلش الارض، وانت كنت وانت بتقول الكلمتين دول
تحطها في الطين. كرامة الإنسان عندما يأتي أعداؤه تحت رجليه بالسلام وبالوداعة والمسالمة. جم قالوا له قد رأينا أن الرب كان معك. مش لازم الناس يمدحوك في وجهك، جايز الناس يعرضوك لكن في ضميرهم من جوه يقولوا لا الرجل دوت مظبوط، بس احنا اللي وحشين. اذا ما قالوهاش باللسان يقولوها بالضمير، وبعد حين يلاقوا نفسهم مضطرين يقولوها كمان باللسان. قد رأينا ان الرب كان معك فقلنا ليكن بيننا حلف بيننا وبينك ونقطع معك عهدا ألا تصنع بنا شرا. احنا عارفين ان انت راجل كبرت وعظمت وبأخيرك كتير، خايفين منك. ساعة ما صرفناك كنا بنظن انك انت عشان عشت في ارضنا وارضنا مليانة بالخير كترت، لما مشيت كترت اكتر، خايفين لحسن تعمل جيش وتيجي تهجم علينا، فاحنا جايين نعمل معاك معاهدة. كما لم نمسك وكما لم نصنع بك الا خيرا وصرفناك بسلام، زي ما احنا ما اذيناكش انت ما تاذيناش. هما بيفكروا بطريقتهم، هو بيفكر بطريقته. عمر ما كان اسحاق يفكر انه يروح يأذيهم ولا يضايقهم. وقالوا له أنت الآن مبارك الرب. أخيرا اعترفت أنه هو مبارك الرب. خلي بالكم أهل العالم ما لهمش موقف ثابت. مرة أبي مالك قال من يمس هذا الرجل أو أمرأته موتا يموت، ومرة قال له اذهب من عندنا، ومرة يطموا الأبار بتاعته، ومرة يخصموه، ومرة ينزعوه، ومرة يسبوه، وين في الآخر جم يقولوا له أنت مبارك الرب، قد رأينا أن الرب كان معه. الآباء القديسين ينصحونا لا تنزعج من إهانة الناس ليك ولا تفرح بمدحهم لأن موقفهم متقلب. أهل العالم مش دايما هيكونوا ضد الكنيسة، لكن كمان مش دايما هيكونوا متوافقين مع الكنيسة. أحيانا تلاقي الناس بقت كويسة وهادية والأمور ماشية كويسة، لكن مش معناها برضو إن هم متوافقين. ونتوقع دايما إن ممكن يكونوا يقلبوا زي ما كان أبي مالك بيتغير من جهة إسحاق. لكن شوف إسحاق عمل لهم إيه. فصنع لهم ضيافة فأكلوا وشربوا. هم جايين خايفين منه لكن هو إنسان كريم مضياف. يقولوا الأباء القديسين الضيافة اللي عملها إسحاق ترمز إلى اتساع القلب المؤمن ليستوعب كل الناس، او اتساع الايمان المسيحي انه ياخد كل الناس حتى الاعداء ويبقوا اصدقاء. انت عارفين الناس لما ياكلوا يشربوا مع بعض تبقى برهان العشرة، يقول لك ده احنا عيش وملح. فهم جايين يقطعوا عهدا مع اسحاق لانهم خايفين منه، مش محبة بقدر ما هي رعب. لكن هو قدم لهم الحب وقال لهم انا ما عنديش اي نية ان اذيكم، والدليل ان احنا يلا ناكل مع بعض. ثم بكروا في الغد، معناها كمان بيتوا عنده، حسوا بالامان لانه رجل الله. طبعا لما بيتوا عنده ممكن يخاف يقولك بالليل يوم يقتلنا، لكن حسوا فيه انه رجل أمين وعنده الأمان، فبيتوا عنده وبكروا في الغد وحلفوا بعضهم لبعض وصرفهم إسحاق فمضوا من عنده بسلام.
وحدث في ذلك اليوم، في نفس اليوم اللي جم عملوا معاه معاهدة، أن عبيد إسحاق جاءوا وأخبروه عن البئر التي حفروا، وقالوا له قد وجدنا ماء، فدعاها شبعة، لذلك اسم المدينة بئر سبع إلى هذا اليوم. يعني برضو كرر نفس التسمية اللي قالها أبوه، شبعة هنا بمعنى المعاهدة اللي عملناها. وكأن الله بيقول له عشان أنت كنت مسالم مع الناس أنا هديك بير جديد. لاحظوا حكاية البير بالنسبة لهم مهمة جدا، لأن ما يقدرش الإنسان يعيش من غير المية، فكانوا أي حتة يروحوا فيها يحفروا بير، وقد يحفروا ما يلاقوش مية أو يلاقوا مية ملحة ويبقى المجهود بتاعهم ضاع. فكان بالنسبة لهم تبقى فرحة عظيمة لما يحفروا بير ويجدوا فيه ماء حيا أو ماء عذبا. كل الكلام ده عن إسحاق، لكن في آخر آيتين جاب سيرة عيسو، لما كان عيسو ابن 40 سنة اتخذ زوجة يهودية ابنة بيري الحسي وبسمة ابنة إيلون الحسي، فكانتا مرارة نفس لإسحاق ورفقة. عيسو اقترن بزوجتين من أهل الأمم الوثنيين، بالأخلاق الوثنية وبعدم الإيمان. عيسو كان مستبيحا، مرة باع البكورية وكان رجل صيد ودموي، وادي كمان زود الشر بتاعه بانه تزوج زوجتين من اهل الامم، فكانت مرارة نفس لإسحاق ورفقة. اللي لهنا المجد الدائم الابد، امين.